راح ناخذ مقابلة مع الأستاذ عبد الله سالم آل علي ومدير المركز في أم القوين. راح نتكلم عن أهمية التنظيم في المركز. فأستاذ تخبرنا عن إجراءات التنظيمية واستعداداتكم لاستقبال المنتخبين اللي عددهم يوصل ل 2300 اللي راح إن شاء الله اليوم يتواجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه للتنظيم الحمد لله الامور كلها على ما يرام. اغلب الشباب المتطوعين الموجودين في المركز الانتخابي مدربين وممارسين العمل اساسا من خلال ايام التصويت المبكر، عندهم الفكره الكافيه انهم يقدرون يتعاملون مع الناس بالطريقه اللي ترضي كل الناخبين الموجودين في المركز، وما في اي تاخير ولا في اي مشاكل الحمد لله. الامور كلها على خير ما يرام. اعتقد انه بالتعاون بين كل فريق العمل ما نواجه اي مشكله في موضوع التنظيم بالذات. جميل أستاذ. أيضا لاحظنا وجود متطوعين في المركز لتسهيل إجراءات الانتخابات، فتكلمونا تعطونا فكرة قصيرة عن المتطوعين وتواجدهم إن شاء الله. طبعا اليوم في هذا اليوم يوم رئيس الانتخابات يتواجد ويانا في المركز 31 متطوع. طبعا في البداية أنا أحب أشكر اللجنة الوطنية للانتخابات أنها أتاحت للمراشدين المتطوعين الترشيح حسب رغباتهم ووفرت لهم برامج تدريبية خلال فترة ما يسبق الانتخابات. وصار في نفس الشيء عندنا في تاريخ 18/9 كان عندنا تصويت تجريبي شاركوا فيه كل المتطوعين، فأصبحت عندهم الحمد لله فكرة كافية جدا عن هالموضوع. وأغلب المتطوعين الموجودين يعني في المركز يقدرون يشتغلون على أكثر من مكان، يعني عندنا مراقبين مداخل وعندنا مدربين وعندنا مدققين هوية وعندنا منظمين تدفق وعندنا مراقبين أجهزة تصويت ومراقبين مخارج، فأي متطوع من هذه المتطوعين يقدر يتعامل مع كل هذه المراكز الموجودة والحمد لله بدراية كبيرة وفاهمين شغلهم على أحسن وجه إن شاء الله. نشكرك أستاذ وطبعا كل التوفيق للمركز بإذن الله.